مصر هي أم الدنيا ومنبع الحضارة وموئل العلم والمعرفة وأقدم دولة، بل هي التي قدمت إلى العالم فكرة الضمير الإنساني بالمعنى الحرفي والاصطلاحي لمفهوم الضمير، وهو ما شهد به العالم الجليل الأمريكي جيمس هنري بريستد في بداية القرن الماضي في كتابه الأشهر فجر الضمير، الذي أثبت فيه هذه المعاني ووثقها وأرخ لها في وقت كان يموج فيه العالم في دياجير الظلام، بل إنه قارن ما جاء في بعض الشرائع القديمة وبين تعاليم معت إلهة العدالة في مصر وترانيم إخناتون الفرعون المصري العظيم. وما زال العالم يغترف مما صدرته مصر البشرية من ألوان العلوم والمعارف والفنون والأداب، وهم فاغر الأفواه مشدوهين أمام هذه الكنوز التي ما زالت تطرى من ثرى مصر العريق. سيدات وسادة ضيوفنا الكرام، ها أنا ذا من هنا من دار الهلال العريقة أضع أمام حضراتكم بمواطن مصري في كتيب لم يتجاوز عدد صفحاته 160 صفحة حول تجديد الفكر القانوني، يصدر في طبعته الأولى عن كتاب الهلال أحد أهم روافد الثقافة في مصر، وفي طبعاته الثانية عما قريب جدا 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 عن دار بتانة للنشر. كنت قد أشرت في كتابات سابقة لي كما شاهدتم في الفيلم الوثائقي سواء مقالات أو مؤلفات إلى حتمية تجديد الفكر القانوني، تاني حتمية تجديد الفكر القانوني في مصر بعد سنوات طويلة، بعد مرور مصر بأنظمة خديوية وسلطانية وملكية وجمهورية أولى بدأت في 52 حتى الآن، وكذلك أيديولوجيات رأسمالية واشتراكية، مرة ليبرالية في الملك فاروق يجينا عبد الناصر اشتراكية، السادات ارتد تاني إلى الليبرالية وبقول ارتد، وبعدين حسني مبارك ما عرفناش احنا رايحين فين وجايين منين، إلى أن جاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعلن هذه الجمهورية الثانية. هذا الفكر القانوني لم يواكبه أي تطور حقيقي. إزاي؟ أنا أرى أنه من خارطة طريق 30 يونيو 2013 في تلك الثورة المجيدة حددت استحقاقات ثلاثة: دستور ورئيس وبرلمان. من ثم بدت الحاجة ملحة إلى التفكير ماليا في تجديد هذا الفكر القانوني بعد تلك الثورة المفصلية في تاريخ مصر، بهدف ترسيخ فكرة دولة القانون واستجابة التشريعات المتغيرات الاجتماعية الحاسمة التي عاشها الشعب المصري الذي عانى طويلا ولم يجد من يحنو عليه أو يرفق به. تحددت في مصر كثير من المبادرات وتعددت منذ سنوات تحمل نداءات متتالية فضيلة الإمام لتجديد الخطاب الديني تارة وتجديد الخطاب الثقافي تارة أخرى دون الدعوة لتجديد الفكر وليس الخطاب، لأن الخطاب هو انعكاس طبيعي للفكر. فالوطنية مثلا والوسطية وتقديس الدولة وسيادة القانون هذه أفكار مهمة للحياة على أرض الكنانة، هي دي فكر يترجم هذا الفكر في الخطاب، لكن احنا بنركز على المنتج ما بنركزش على المنبع الاستابليشمنت. فهذه هي محاور التجديد، ثم يأتي دور الخطاب ليصيغ هذا الفكر في منتج ديني أو ثقافي أو ما شكله.